بداية أحبتي أرحب بكم تحية الإسلام، معكم المدربة حنان الموال. مرحبا بكم في صفحتي لقاءات مع خبراء تطوير الأعمال، حيث سنعقد عدة لقاءات بإذن الله مع المؤلف والمدرب والمستشار تطوير الأعمال الأستاذ صبحي أقبيق، ليحدثنا عن معلومات هامة جدا حول فنون تطوير الأعمال والتسويق والمبيعات في حلقة سوف تكون بحول الله تعالى دقيقتين ونصف بإذن الله، حيث نقدم لكم فيها ما قل ودل. والسؤال اليوم للأستاذ صبحي، مرحبا بك أستاذ صبحي، أهلا وسهلا. كيف مرحبا كيف نصنع الأرباح؟ بداية أنا أبغى أعرف منك كيف الشركة بتطلع فلوس، وما هي أكثر الطرق المتبعة عشان نعمل عمل تجاري يطلع به فلوس؟ لك المنصة سيد. والله استاذه حنان، هذا من اهم الاسئله. كيف الواحد اذا عنده بيزات عنده فلوس كيف يطلع فلوس؟ ساخبركم عن اهم 10 طرق تتبعها اغلب الشركات في العالم لصناعه الارباح. اول طريقه هي انتاج منتج، صناعه منتج وطرحه بسعر اعلى من سعر التكلفه. ثانيا تقديم خدمه مقابل او مساعده مقابل اجر مادي. ثالثا التشارك في الموارد، إنشاء أصول دائمة يحتاجها الناس يمكن استخدامها من قبل عدة أشخاص وأخذ أجر مقابل استخدامها، مثل النادي الرياضي أصول دائمة آلات رياضية عم يستخدموها الناس. رابعا الاشتراك، تقديم منفعة بشكل مستمر وتلقي أجر مقابلها، مثل مراكز التدريب الرياضية أو غيرها. خامسا أو معاهد الدراسية أو الجامعات الخاصة. خامسا إعادة البيع، شراء بضائع بالجملة وإعادة بيعها بهامش ربحي بالتجزئة مثل السوبر ماركت. سادسا الإيجار، شراء عقار وتأجيره للآخرين وأخذ مقابل مادي لذلك. سابعا تجميع الجمهور لحضور فعالية أو شراء منتج أو خدمة وأخذ مبلغ مالي مقابل ذلك، مثل ما تفعله شركات التسويق. ثامنا القروض والمرابحة والاستصناع وأعمال البنوك والمصارف. تاسعا التأمين، تحمل المخاطرة وتلقي الأجر مقابل ذلك. عاشرا شراء أسهم الشركات أو الدخول كشريك برأس مال وتلقي نسبة من الأرباح. رقم 11 التسويق، الوكالات، أن تكون وكيل لشركة عالمية، أي أن تسوق أعمال ومنتجات وخدمات الغير وتتلقى هامش ربح مقابل ذلك. أشكرك أستاذ صبحي على المعلومات القيمة والمفيدة، وأشكرك على هذه الأفكار الجميلة التي نحتاج عدة لقاءات شرحها من المزيد بإذن الله تعالى، لقاءات عدة القادمة بإذن الله. وإن شاء الله إذا عجبتكم الحلقة عليكم بلايك شير واشتراك. نشكركم، نلقاكم إن شاء الله لقاءات عدة مع الأستاذ صبحي. إن شاء الله سيتم شرحها في حلقات متتالية بفترة دقيقتين كل حلقة بإذن الله في برنامجكم أستاذة حنان. شكرا جزيلا لاستضافتي. شكرا لك أستاذ صبحي، أهلا وسهلا. أهلا بكم، سلام.